السؤال الأول بالنسبة للأخت التي توفيت وهي تزني، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة. يا الله، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، السؤال معلش يعني سبحان الله كأنه أصابني بشيء من الذهول، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم جميعا. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن سعود ومن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا، يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يبعث كل عبد على ما مات عليه. فمن مات على الطاعة بعث على ذات الطاعة، ومن مات على معصية بعث على ذات المعصية. ما عرفش حضرتك متصور الموقف وعيشه بقلبك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن مات على الزنا يبعث كذلك. طيب مسألة الغسل، أمنا الفاضلة جزا الله خيرا استخارت ولم يشرح الله صدرها لذلك، لا إثم عليها إن شاء الله ولا حرج، لكن هل لو ذهب أحد من أخواتنا لتغسيل هذه المرأة التي توفيت وهي تزني ولا حول ولا قوة إلا بالله تأثم؟ لا، لا تأثم، لا تأثم، ما يدريك، ما يدريك. فلا أعلم على الإطلاق طوال تاريخ هذه الأمة أن هناك زانيا أو زانية دفن بغير غسل لزناه أو لكبيرته. فلو تقدمت أخت لتغسيلها فلا إثم عليه ولا حرج. في الوقت الذي أقول فيه وأنا مطمئن لا إثم ولا حرج على أمنا الفاضلة إن كانت قد استخارت ربها ولم يشرح الله صدرها هي لتغسلها، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسأل عن المتوفى أعليه دين أم لا، فإن قالوا نعم قال صلوا أنتم على أخيكم، وليصلي هو، لكنه لا يمنع غيره من أن يصلي عليه. ولذلك قال علماؤنا لا حرج لبعض أهل الفضل وبعض أهل العلم إن امتنع عن الصلاة على ميت لأمر ما أو لسبب ما من باب أن يكون ذلك رادعا لأهل العصاة ولأهل الذنوب، لكن لا يمنع الآخرين من التغسيل أو من الصلاة عليه. وهذا ما تعرف عليه يعني المسلمون من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، والله تعالى أعلم. فأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم جميعا حسن الخاتمة، إنه على كل شيء قدير.